تقرير مع نجوم الطايره، قالوا ايه عن البطوله العربيه وقالوا ايه بعد مكسب نادي سبورتنج في دوري كره دوري رجال كره الطايره. والله هي كانت صعوبتها بس ان احنا لسه راجعين اول امبارح من معسكر السعوديه، اللعيبه ما لحقتش يعني تاخد اجواء مصر هناك، شويه الدنيا حر شويه والبرد ضرب اللعيبه كتير يعني، علاوه على كده في شويه شد واجهاد للعيبه من اثر المعسكر يعني. فالحمد لله الماتش يعني اقدر اقول عليه متوسط، بس كسبنا الحمد لله بسهوله يعني الحمد لله. طبعا البطوله العربيه دي اهم دلوقتي، الفرقه كلها همها كله البطوله العربيه، وان شاء الله نقدر نشرف النادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله. احنا خدنا معسكر جيد جدا في السعوديه مع بدعوه من نادي الوحده، وكان معسكر اقدر عليه جيد جدا ناجح يعني، قدرنا نعمل ماتشين هناك، قدرنا الحمد لله نركز على النواحي الفنيه. لكن انا من وجهه نظري لسه الفرقه ما وصلتش للاداء المطلوب بمنتهى الامانه، برضو منتخب او نتائج المنتخب مؤثره جامد جدا على اللعيبه وبالذات اللعيبه الكبار، ما زالت مؤثره. اتمنى ان احنا نخرج من الحاله النفسيه دي او اللعيبه تخرج من الحاله النفسيه دي في البطوله العربيه مع الماتشات ان شاء الله. ده شيء طبيعي انا متوقعه تماما ان ده كان يحصل بعد الاخفاقات بتاعت المنتخب، لان فرقه المنتخب تضم عدد كبير جدا من النادي الاهلي يعني. فان شاء الله نقدر نقف في البطوله العربيه بالذات، فرصه كويسه جدا للولاد يخرجوا من الحاله دي، وان شاء الله نقدر نحسمها ان شاء الله. طبعا الحمد لله على ماتش النهارده، احنا في الاول بفارق نقطه عن الزمالك، بس طبعا لسه بدري دلوقتي، خلاص بالنسبه لنا الدوري وقف شويه عشان البطوله العربيه، واحنا دلوقتي كل تركيزنا في البطوله العربيه، فربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. والله احنا لسه جايين من معسكر من السعوديه، والحمد لله كان معسكر ناجح، لعبنا ماتشين هناك كانوا موفقين الحمد لله، وعندنا بطوله عربيه ان شاء الله بعد يومين اول ماتش باذن الله، وطبعا الفرقه كلها مستعده وجاهزين باذن الله للماتش للبطوله كلها عامه. ونواصل احنا بدانا البطوله من النهارده يعني، كان الاول ماتش من النهارده يعني، ان شاء الله ربنا يكرم. وطبعا الجمهور اتمنى طبعا ان هو يشرفنا وفي الصاله ويقف جنبنا، وربنا يكرم ان شاء الله ناخد البطوله يعني باذن الله يعني. الحمد لله رب العالمين، طبعا مباراه كانت مهمه لينا، نرجع تاني اول الدوري الحمد لله رب العالمين، كانت مهمه لينا بالنسبه لنا سعادتنا البطوله العربيه الحمد لله، قدرنا نحسم الحمد لله. اللعيبه ادت كل عندها والجهاز الفني الحمد لله، كلنا شاركنا بنسبه 90% الفرقه شاركت الحمد لله، في بعض الاصابات عندنا بس الحمد لله رب العالمين يعني قمنا بالواجب والحمد لله حسمنا اللقاء لينا الحمد لله. طبعا اول حاجه البطوله العربيه طبعا بطوله مهمه لينا، اول بطوله تعتبر في الموسم، خلاص هنلف صفحه الدوري ان شاء الله الاسبوعين الجايين ديت. طبعا بطوله بتضم كل فرقه بتجيب اثنين محترفين، فبطوله بتبقى على اعلى مستوى الحمد لله رب العالمين يعني. نهينا الدوري النهارده نعتبر الحمد لله رب العالمين مركز اول الحمد لله، دي حاجه كويسه. عملنا معسكر في السعوديه لمده 8 ايام، كان معسكر موفق الحمد لله رب العالمين، خضعنا فيه مرتين ودقيقتين مع نادي الوحده والحمد لله كسبنا، وكان يعني معسكر ناجح لينا. طبعا خلاص البطوله ان شاء الله تبتدي يوم الاربعاء، خلاص هنقفل بقى صفحه الدوري دلوقتي، وان شاء الله رب العالمين تبقى البدايه مع الفريق عمان ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نرجع اللقب تاني للنادي الاهلي باذن الله.